السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار الحياة. موضوع حلقتنا النهاردة في منتهى الغاية، موضوع كلنا بنهتم بيه، وهو عن الشبابيك الأورنتان وال يعني المطابخ والشبابيك. كلنا بنحتار نجيب الخشب ولا الأورنتان. مش هدخل في موضوع حلقتي قوي، هسيب الأستاذة هند تعرفكم بيه. صباح الخير يا أستاذة هند. صباح الخير يا أستاذة آية. عرفينا موضوع حلقتنا النهاردة. هصبح سادة المشاهدين الأول. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامجكم أسرار الحياة. النهاردة الحلقة بتاعتنا مختلفة جدا، هنتكلم فيها عن سر من أسرار الضيف وهي الألموتيل. طبعا مفيش حد فينا ما بيستغناش عن شبابيك البيبان، تقفيل بلكونة، تقفيل ركن في البيت. كلنا بنحب ان احنا نزين بيتنا، ومعانا طبعا في الحلقة قائد من قوات الفن تركيب الألموتيل أستاذ علي. اهلا وسهلا باشمهندس علي، نور اسرار الحياه. ربنا يخليك. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا قبل ما نبدا موضوع حلقتنا، عايزين حضرتك تعرف نفسك للساده المشاهدين اكتر وشركتك. علي كمال السحماوي، عندي 27 سنه، معايا معهد سياحه وفنادق فوق متوسط، عندي محل الألموتيل في سوق كفر الشيخ. كل ده يعني الحمد لله بنيت نفسي بنفسي. من كنت شغال طبعا في الألموتيل من حوالي 13 سنه كده. طبعا بداية حضرتك من 13 سنه. من 13 سنه. جميل ممتاز. خبره يعني حضرتك خدت المهنه دي خبره. طبعا. في خبره كبيره لحضرتك في الفن والتركيب الحاجات دي، صح؟ كل دي طبعا فن وخبره من اول ما اشتغلت. طبعا كنت صغير وكده، وطبعا انت عارف اول ما الواحد اول حد شجعك يا استاذ باشمهندس علي؟ بصراحه انا كنت عيل صغير بلعب في الشارع طبعا مع اصحابه وكده. تمام. ما كانش دماغي في شغل الألموتيل ده خالص. جه خالي فقال لي تعالى انا اوديك تشتغل في شغلانه الألموتيل، شغلانه كويسه ونظيفه. وطبعا ما فيهاش طبعا زي المهن الثانيه، طبعا هي ده حاجه تشبه للهندسه. فمن ساعتها رحت لمحل صغير طبعا عندنا في البلد. اشتغلت فيه حوالي سنتين او ثلاث سنين. تمام. فتعرفت مع ناس كانت بتجيب لنا بضاعه، بتجيب لنا اكسسوار، وانا شغال طبعا ببعيل صغير وكده. فالناس بتجينا بتاعت البضاعه وكده، فتعرفت عليهم. فالناس دي بقى جات لي قالت لي لو حابب تشتغل في القاهره وبتاع. طبعا شغل القاهره بيبقى شغل كويس. اكيد. شغل كويس وبتاع. ومن ساعتها طبعا وانا رحت القاهره اشتغلت كتير في القاهره، واشتغلت في اماكن كتير. اشتغلت حوالي اكتر من 7-8 اماكن في القاهره. طبعا الاماكن ديت كل مكان كنت بروح كنت بكتسب منه خبره. ولازم طبعا طالما انا حاطط الحاجه ديت في دماغي لازم حاجه تكون حاببها. مش طبعا طبعا، ما هو لو مش حاببها مش هوصل للمجال اللي انا فيه ده. ولازم اطور من نفسي. فكل مكان بيبقى فيه شغل معين، وكل مكان بيبقى فيه نظام معين. طبعا انا كنت بكتسب كل الخبرات دي في كل الاماكن اللي انا رحتها. الحاجات دي طبعا خلتني ابدع حاليا في المجال بتاعي. واعجب الناس فعلا. ابتديت يعني من الصفر يا استاذ؟ طبعا علي. طبعا ابتديت من الصفر. انت بدات تاخد تشرب المهنه اصلا من بدايتها. من بدايتها مش طبعا، مش مجرد انا كبير كده اشتغل واكون مثلا مطبخ. لا لا، انا حاليا كنت طبعا ما فيش لازم اعمل نفسي بنفسي حاليا. طبعا البلد اليومين دولت لازم كل واحد يشوف مهنه. ما طبعا ما تعتمدش على التعليم فقط. لان لا مش كل تعليم. يعني الحمد لله بلدنا مش وحشه بالتعليم. لا، هي بلدنا كويسه بالتعليم، بس انا لازم انت برضو تعتمد على نفسك في مجالات تانية. والخبره. والخبره ديت. فانا لما اهم حاجه يا استاذ هند في بلدنا برضو الخبره. اهم حاجه لازم تكون نفسك بنفسك. لازم انا طبعا لازم ما بصيتش طبعا ان انا اسافر بره، ان انا لازم اكون نفسي في بلدي. لازم اعمل لنفسي اسم واعمل لنفسي مجال كويس. أكيد. الناس تبص على الحاجه بتاعتي تقول ايوه هو ده اللي احنا عاوزينه طبعا. وده حاجه كويسه، وده الحمد لله انا بشرف بشغلانتي. وانا طبعا بطور من نفسي. أكيد. لازم اطور من نفسي عشان طبعا ما مش هفضل صغير زي ما انا. ان شاء الله يبقى لي اسم كبير، وهيبقى لي مكانه كبيره برضه في مجال الألموتيل، بالنسبه للابواب، بالنسبه للمطابخ، بالنسبه لكل اي حاجه تخص الألموتيل. انواع طبعا. طب ممكن طبعا نعرف انواع الألموتيل؟ بالنسبه للشبابيك هم ثلاث انواع. فيه المفصلي، وفيه الجراح، وفيه القلاب. وبالنسبه للشبابيك ديت فيه نوع اسمه السعد. طبعا السعد ده من ايام السبعينات. كان اول قطاعات الألموتيل اللي نزلت. هو حاليا هو الاول كان كخامه تقيل، دلوقتي بقى خفيف. فنزل طبعا حاجه اسمها البيس الصغير، حاجه اسمها البيس الكبير، حاجه اسمها الجامبو، وفي اعلى من الجامبو بقى اللي هي الفالفيه. دي الحاجات دي كلها في مجال المطابخ. فيه المطابخ الفايبر العادي. جميل. فيه اليو في. حلو جدا. فيه الكلادي، وطبعا في مطابخ معروضه على الشاشه كلادي. في مطابخ خشمونيو. كل دي طبعا انواع مطابخ. وما نعتمدوش بس على الانواع،
يعني مع في حاجات ممكن ناخدها. طب بس انا لو في حاجات مثلا يعني شباك، ايه الافضل، ايه افضل نوع؟ الافضل نوع بالنسبه للشبابيك الالومتال يعني في نوع، لا يعني بمعنى صح عندنا الاطفال كل شويه يشدوا يعملوه يفتحوا يقفلوا هي فبالتالي عايزين حاجه طبعا نفسي. هو طبعا افضل نوع يعني من البي اس للجامبو دول، مع ان البي اس بياخد تشطيب كويس بيبقى زيه زي الجامبو. هو طبعا الجامبو حجم كبير والبي اس صغير، بس طبعا لما الصنايعي بيمسك الحاجه ويقفلها كويس بتبقى حاجه كويسه تمام، بتبقى تمام ما فيهاش، ما تختلفش عن الجامبو. هي تختلف عن الجامبو في القطاع انما في الخامه لا، هي في التشطيب الشباك طبعا ياخد حقه من سكاكات، من عجل، منع اتربه، مطر، الحاجات يعني التفيل عشان الاتربه. الالموتال احلى بكتير من الخشب طبعا طبعا. ده معدن. ستات البيوت بتعاني كمان ان هي لما تيجي مثلا تنظيف ولا اي حاجه، طبعا المطبخ الخشب بيبقى صعب اللي انت تصبنه او تغسله، فالالموتال بيبقى اسهل. حضرتك الالموتال بتبقى خامه، معلش انت ممكن تمسك الميه وتغسل المطبخ الالموتال ما يتاثرش باي حاجه، لو لونه ما يتغيرش، لا ولا لون ولا مفصلات ولا مقابض ولا حاجه معينه. لا هو الالموتال بتاع المطابخ معين، خام اسمها خام 2.5 وخام اسمها 4×4 ايا كان، دي او دي، دي الموتال، دي خامات، دي معدن. ما تتاثرش بالمية. لا دي ما تتاثرش، بس معلش في حاجات بتبقى مفصلات بتتاثر بالمية، في مغابط بتتاثر بالمية، فاللي بيستعمل الحاجه الكويسه ما بتتاثرش بالمية، ممكن تجيب المية وتحطها على الموتال ما بتتاثرش باي حاجه لان ده معدن. لو اتمسح، لو اتغسل، لو اي حاجه، انما طبعا فرق كبير بينه وبين الخشب. اكيد. ده طبعا فرق كبير، فرق شاسع بينه وبين الخشب، وبالنسبه للشبابيك برضه. لان ده احسن من الخشب بكتير. لما بالنسبه للشباك الخشب، الشباك الخشب في المطر بيبقى بيزيد، بيتبهدل وبيبقى صعب في القفل والفتح. تمام. انما الالموتال انما الالموتال بيبقى سهل. الالموتال فيه الجرار، الجرار ده طبعا لو حضرتك عندك ستاير في البيت او اي عميل بيبقى عنده ستاير، انا بدخل بشوف، بحاول اقيم الحاجه اللي قدامي عشان طبعا ايه تبقى سهله للعميل بعد كده. تمام. ما اعملش مثلا حاجه للعميل، ما هو كله الموتال، بس انا اروح ممكن اروح على مساحه كبيره اعملها ضلفتين، فما ينفعش الضلفتين دي مثلا تكون مساحتها كبيره، فدي لازم تبقى جرار. تمام. ما اروحش على شباك صغير اعمله جرار، دي لازم يكون مفصل. ابص برده عشان الستاير، لان الفتح والقفل ده بيختلف في موضوع الستاير، كل دي تختلف. طب باشمهندس علي، عاوزين نعرف برده لو هتستلم شقه كامله تخلصها في خلال قد ايه؟ والله لو هستلم شقه كامله دي غير دي، يعني ان انا اعمل شباك واحد غير ان انا هعمل شقه كامله، اعمل المساحه كلها بتاعه الشقه. طبعا هو بالنسبه للاسعار دي بتختلف، شباك طبعا مش زي شقه كامله. بالنسبه للوقت اللي انا بخلصه، بالنسبه مثلا اول ما بتفق مع العميل وخلاص هشتغل، في حاجه اسمها الالموتال بيجي لنا معدن، بيجي لنا خام طبعا بيبقى فضي، لازم يروح يتشكل حسب لون العميل اللي هو مختاره. تمام. العميل بندي العميل كتالوج بالنسبه لالوان الفايبر الدواخل، وبالنسبه لنوع الالموتال اذا كان خشمونيوم، اذا كان الوان عاديه، اذا كان كلادي. فدي طبعا بنرقم ما بنتفق معاه، بنروح يعني العميل هو اللي بيختار الالوان وبيختار كل حاجه، بيختار. حضرتك ما ينفعش انا اعمل ما ينفعش انا اعمل طبعا، وفي عرايس هي اللي بتختار الحاجات دي. اكيد. طبعا الحاجات دي بتختارها على نفس طبعا، على لان نفس الديكور الحيطان. لان دي بتبقى شقتها، وهي تبقى طبعا 80% من الوقت بتبقى واقفه في المطبخ. فطبعا لازم تكون نفسيتها مرتاحه، ولازم تكون هي اللي مختار الحاجه طبعًا. دي طبعا بتعمل اكل كويس. طبعا. فدي حضرتك هي لك اول ما بتختار الالوان، بنروح طبعا نوديها حاجه اسمها فرن الالوان. حلو. بياخد له حوالي من 4 إلى 5 أيام. تمام. 4 إلى 5 أيام ديت تكون الحاجه، الالوان اللي انا عاوزها اللي انا اديتها طبعا الالوان دي بارقام، بتكون خلصت. على ما تكون خلصت اكون انا حضرت المفصلات، وبالنسبه برضو حضرت شغل. حضرت شغل. بالنسبه للمطبخ بياخد له حوالي 15 يوم. تمام. انا والعمال اللي في المحل. بالنسبه للشبابيك برضو حوالي 10 أيام. بس طبعا بندوا له ميعاد حسب الشغل اللي احنا واخدينه من عميل اخر، يعني بيبقى في عميل في حدود شهر كده. ان شاء الله ما بيكملش شهر، بس هو طبعا عشان بتبقى في حتى مناسبات، دي اللي بتخلينا اتاخرنا شويه. يعني في موسم بيبقى في موسم افراح،
ده طبعا ممكن احنا نمد العميل شويه. ليه؟ لان بيبقى معانا شغل متاخر وما ينفعش طبعا انا اجي على شغل على شغل حد لا طبعا احترام المواعيد لازم اهم حاجه. ومعلش لازم ادي لنفسي برضو يومين زياده براح ما انا مش عارف الدنيا فيها ايه. كل حاجه وارده تحصل وتعطلنا اكيد، مع ان احنا بنبقى عاملين احتياطاتنا وعاملين حسابنا، بس دي كل حاجه ديت لازم نعمل برضو حساب عشان يبقى في مصداقيه مع العميل ان احنا نختار الحاجه نقدم له الحاجه في الوقت اللي هو طلبه بالظبط. نكون ملتزم بالكلام. طبعا نكون ملتزم في كل حاجه. طب الفريق حضرتك بيكون من كام؟ نعم، من كام فرد الفريق؟ حضرتك يعني بتشتغل لوحدك ولا معاك فريق؟ لا، هو الفريق بتاعه انا هم طبعا بيشتغلوا، انا باخد المقاسات بروح عند العميل باخد المقاسات، الفريق هو اللي بيشتغل من حوالي 5 أو 7. مش كتير برضو، اصل في ناس بتجيب يعني مش ما هو ما هو معلش الحاجات ديت العمال دولت بيشتغلوا باليوميات. اليوميات ده طبعا لو بيبقى انا بجيب ناس، اما بيبقى معايا شغل كتير بجيب ناس. اغلبيه الاوقات بيبقى في ناس شغاله معايا، بس انا كشخص لازم اقف على الفينش وعلى التشطيب وعلى تسليم العميل. اكيد انت لان الحاجه ديت بتبقى في وشي انا، والحاجه دي طالعه على اسم الشركه. فديت لازم كلها نقف فيها، لازم انا اسلم العميل بايديا، لازم انا اللي اخد العميل اسلمه كل حاجته. انت مش ملاحظ ان سنك صغير على الخبره اللي حضرتك وصلت فيها؟ انا عايزه اقول لك احنا مش اي بيج بنختاره ولا اي حاجه، احنا الاعداد والكنترول بتاعنا لما دخلوا على البيج بتاعك وتواصلوا معاك ما كانوش مصدقين حضرتك عندك 27 سنه وكميه الريفيوهات اللي موجوده على البيج، ان شغلك كويس متقن، قدرت ان انت تعمل يعني حاجات كويسه، ديكورات كويسه وتصميمات كويسه. فحضرتك انت بتتكلم دلوقتي معايا بحس ان حضرتك اكبر من سنك، يعني خبرتك اكبر. الحمد لله انا في المجال بقالي 13 سنه والحمد لله كل اسرار المهنه معايا. بس اكيد في مشاكل واجهتها طبعا باشمهندس. طبعا ده أكيد طبعا. وفي الاماكن كل الاماكن اللي انا اشتغلت فيها قابلتني فيها مشاكل، بس الحمد لله انا كنت قدها ولازم تتخطى المشاكل دي. وانا عشان حابب المجال وعشان كده الحمد لله وانا سن صغير عملت محل الحمد لله كبير وشغال فيه الحمد لله، وليه اسم والحمد لله الناس عارفاه والناس بتجيلي على الاسم. وعملت شغل في اماكن كتير، عملت شغل في اسكندريه، عملت شغل في القاهره في التجمع الخامس، عملت شغل في اكتوبر، عملت شغل طبعا في كفر الشيخ كلها الحمد لله. ده كله انا شغال فيه لان انا كنت حابب المهنه. يعني مش حكايه ان انا شغال اجيب فلوس وخلاص، لا انا عايز يبقى ليا هدف. انا ما كنتش اول ما انا كنت بتعلم ما كانش في دماغي الفلوس طبعا. اي حد بيروح طبعا بيبص للفلوس، بيبص هياخد كام، بيبص الكلام ده، انا ما كنتش ببص للكلام ده خالص. انا كان اهم حاجه عندي ان انا اوصل ابقى زي الناس دي. انا كنت بشوف التجار واصحاب، ومع ان يا استاذه هند انا كنت بروح المحلات اللي كنت بشتغل فيها في القاهره، في ناس كانت فاتحه محلات كنت اشتغلت عندها ما كانتش عارفه حاجه في الالموتال، كانت مشغله ناس من عندها. كانوا بيسالوني لما كانوا بيلاقوني فاهق، كانوا بيسالوني بيسالوني الموضوع فاهم كل حاجه فيه. كانوا بيسالوني على تقسيمات. يعني هو الفكره مش انت بتشتغل وخلاص، الشباك له تقسيمات عشان تطلع الدولاب بتاعته، المطابخ لها تقسيمات ولها تخصم مجازات عشان تطلع. فكانوا بيسالوني ساعات التلميذ بيتفوق على مدرسه، كانوا بيسالوني على الحاجات ديت. بس الحمد لله كنت ما كانش في حاجه بتقف معايا، كنت بتفوق الحمد لله، وكنت الحمد لله. والحمد لله الحمد لله كنت كل لما اروح حضرتك. بس واحده معانا تليفون الدكتور عبد الخالق. الو. ايوه السلام عليكم. ايوه دكتور. عليكم السلام. مهندس عبد الخالق. هلا الدكتور. الو. ايوه يا فندم. الو. الو مع الصوت. الو الصوت. الو 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 ازيك يا دكتور؟ مهندس عبد الخالق. ازيك يا باشمهندس؟ اهلا بيك. الله يسلمك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير. عايزين بس نعرف من حضرتك رأي حضرتك في شغل الباشمهندس علي. لا والله هو شغله ممتاز وعنده فكر يعني وعنده ابتكار ومواعيده ممتازة جدا والله. يعني يمكن بيخلص شغله قبل المواعيد بتاعته. فطبعا أستاذة هند وأستاذة هيا أنا طبعا اتبهدلت كتير، ما وصلتش كده بالساهل، وان شاء الله عندي طموح لاكبر من كده وابني نفسي في مصر طبعا، ويبقى عندي بدل المحل يبقى عندي شركه حلو كبيره. حلو الطموح. ان شاء الله ده جميل. وان شاء الله يعني الحاجات دي ما جاتش بالساهل، يعني كنت من صغري. طب سامح. الو. ايوه يا فندم. الو. ايوه يا باشمهندس، صوت عند حضرتك بيقطع على فكره.
باشمهندس سامعين حاجه؟ لا الاتصال قطع. طب اتفضل حضرتك معلش. فكل ده الشبكه عنده مش مظبوطه. فكل ده حضرتك يعني بتبان طبعا في الفيديوهات بتاعي، بحب اطور من نفسي، ما بحبش مثلا اعمل حاجه بس المكان هو ساعات اللي بيحكم عليا ان انا اعمل حاجه غصب عني في تقسيمه المطابخ، في تقسيمه الحاجات دي، بس ان شاء الله ببدع من شغلي، بحاول اطور من نفسي، بعمل حاجات جديده. وده طبعا اسمها فني الا متال، لان انت بتفنن وبتعمل حاجات وعلى كل مساحه بقى طبعا. يعني انت ساعات بتخش ممكن يخش على شقه صغيره وصاحب الشاور انا عايز هنا وهنا وهنا، فعلا المساحات بتفرق معايا. وفي حاجات انا بدل الزبون عليها، يعني العميل ساعات يقول لي انا عايز هنا وهنا، اقول له ما ينفعش، لان انا عارف ان انا لو عملت ممكن عملت الحاجه ديت يبقى تطلع في الاخر الفينش بتاعها مش حلو، تمام، اللي بتطلع مكانها ضيق، تطلع مكانها مثلا تضايق اللي هنا، فلازم انا ادل العميل بقى. لازم ادل العميل ان ده هنا الحاجه دي كويسه، هنا الحاجه دي مثلا هتطلع مش كويسه، اعمل لك مثلا انا حاجه بديله لها، الكلام ده كله طبعا بفهم العميل عليه. بيفهم الموضوع بقى ولا تلاقيه متعجرف شويه يقول لك لا انا عاوز الحاجه دي؟ والله مش كله، في كده وفي كده، يعني في عميل بيحب هو عايز الحاجه دي، فانا طبعا ما اقدرش ازعل العميل طبعا، وهو عنده بيبقى عنده ثقه في عالي جدا. طب معانا الباشمهندس احمد مشهيال الدكتور. الو دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا فندم، ايه الاخبار؟ تمام، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. عايزين نعرف بس راي حضرتك في شغل الباشمهندس علي. والله يا باشمهندس علي ده انا رايي فيه محروم جدا، لان الباشمهندس علي من افضل الناس ان تستلم منها شغل. جميل. انا الباشمهندس علي ده افضل حاجه فيه الجوده، افضل حاجه فيه ان بيسلمك الشغل بتاعك في وقت قياسي. حضرتك اتعاملت معاه وعملت شغل على اكيد يعني. انا المفروض انا فرحي بعد الشهر ان شاء الله. الف مبروك. وهو اللي خلص الشقه كلها لمدار. احنا عايزين مصداقيه يا باشمهندس. والله العظيم اقسم بالله ما بقول كلمه كذب خالص. ايوه. الباشمهندس علي فعلا من انظف الناس ومن انقى الناس، وكمان الميزه اللي بتميزه عن باقي الصناعيه ان هو سعره لا يقارن بامانه يعني. ايوه فعلا، ربنا يخليك، يعني دي حقيقه. وخش كده بس حضرتك لو دخلت بس على المنتج اللي موجود على السوشيال ميديا والشغل اللي بيعمله الباشمهندس علي، شفناه. لا الباشمهندس علي فعلا محتاج ان هو يتدعم من السوشيال ميديا عشان يوصل للعالميه، وهو فعلا عالمي. ربنا يخليك، ربنا يخليك. هو شغل حضرتك بتعرض هو احنا والله بنعرض دلوقتي الشغل بتاعه فعلا يعني. لا هو ممتاز. هو الدكتور احمد طبعا انا عامل له شقته كلها، وعامل له طبعا هو دكتور وفتح صيدليه، وعامل له صيدليه طبعا هي معروضه في الفيديو. وطبعا انبسط بالشغل والحمد لله سلمته، لان كان مزنوق وكان مضغوط. سلمت شغله برده في وقت قياسي، فعشان كده انت اهم حاجه عندك المصداقيه يا باشمهندس. بنشكر الدكتور طبعا. غير الناحيه الماديه، لما بتعمل شغل بيبقى اهم حاجه عندك المصداقيه مع العميل. انا غير الناحيه الماديه خالص، انا ما ببصش غير لان انا اعمل شغل يجيب شغل وراه، اعمل شغل يعجب الناس. تمام. يعني مثلا العميل ممكن يبص لفلوس، ممكن يبص للكلام ده. أكيد. انا ما ببصش. انا كان نفسي انا يعني مثلا هو اولا الحاجه مش بكون خسران فيها طبعا. لان ده طبعا ده كل ده مش الوسط حلو بتاعنا، بس لازم الرقم واحد عندي الحاجة الكويسة. حتى لو في عميل بيختار أقل حاجة. تمام. لازم ما ينفعش أنا أعمل له مفصلات أو مغابط مش كويسة. لأن ديت معلش هتبقى في وشي، حتى لو حاجة على نفسي وأعمل الحاجة الكويسة. تمام. دي أول حاجة، لأن زي ما بقول يعني الزبون بيجيب زبون. وبعد شخص عجبه فهيقول غيره وغيره وهيقول غيره. وطبعا أنت ما أنتش أنت عندنا في الأرياف وفي السوق طبعا الناس بتخش تتفرج على الشقق، بتقول ده شغل مين؟ ده طبعا اكيد بيتفرجوا على كل حاجه. طبعا كل حاجه بيتفرجوا عليها في بلاد الارياف كده. لازم بيخشوا البيت يتفرجوا على كل حاجه. فانا طبعا لو ما فتحت لهمش كل حاجه يزعلوا اصلا. لا انا لازم طبعا اعمل حساب لدي وحساب اول حاجه ان طبعا الشغل اللي بيشوفه لازم يجيب شغل مكانه. اكيد. اللي بيشوف حاجه طبعا ودي معروفه في الدنيا بحالها، لازم اللي يشوف شغل لازم يعرف ان ده شغل مين فيجيب لي شغل. والحمد لله مش كده كمان، انا لازم اعمل حاجه للعميل اللي بعد كده، مش حاجه شهر ولا شهرين ولا سنه، لا حاجه اللي بعد كده. وبعدين برضو انا ببقى مع العميل مش حكايه زبون وصنايعي، لا انا ببقى مع رقمي، حصل اي حاجه في الشغل بتيجي في يعني في خلال دقايق بكون عنده. بشوف له اللي هو عاوزه. كده معاك مشكله مره
العروسة قربت تطلع شقتها واتصلوا بك الحق الظرفة وقعت على لا الحمد لله قبل العروسة ما تطلع ولا حاجة الحمد لله في ناس جابت صناعية من البلد ناس غريبة وأنا وفي نفس الوقت بيكلموني الحق في مشكله وانا اللي بروح وانا اللي بخلصها وانت اللي بتخلصها والحمد لله ما بتاخرش عن اي حد الحمد لله ما بتعرضش بقى عشان هو مش شغله لا ما بعرضش لان اولا ديت ارزاق ولازم هو يشتغل ولازم انا اشتغل هو بيجي منطقتنا في كفر الشيخ او في تسوق وانا بروح أرزاق. منطقته انا بروح التجمع الخامس انا بروح اسكندريه انا بروح المحافظات الحمد لله الحمد لله الناس دي فيها برضو رحت اماكن فيها ورش تحت البيت جميل تحت البيت بس الحمد لله ديت من فضل ربنا ان انا طبعا الناس عارفه شغلي والناس عارفه امكانياتي وهثبت لهم برضو بعد كده وان شاء الله في حاجات احسن وبيبقى في عروض في الشغل الحمد لله وكل الكلام ده ان شاء الله اكيد يا استاذه ايه برضو في المجال بتاع باشمهندس علي في غش في كل حاجه في غش احنا عايزين بقى تعرفنا ايه الغش بقى اللي بيبقى في المجال ده الغش حضرتك ان انا ممكن اتفق على شغلانه ماشي الخامات بتاعتها هنقول خامات المطابخ خامات المطابخ ديت بيبقى فيها الاعواد العود حوالي 6 متر ونص او 6 متر طبعا احنا كصناعيه بنشتري الحاجات ديت بالكيلو ماشي الحاجات دي بيبقى فيها غش بقى في العود ممكن بتوزنيه على الميزانه طبعا بيعمل 2 كيلو تمام ممكن تلاقي صنايعي يدور على الكيلو في شركات سحب بتسحب كيلو واتنين كيلو وكيلو ونص. العميل في الحته دي يراعي ربنا انا ممكن مثلا اتفق شغلانه بسعر مثلا ممكن اتفق بسعر غالي واقول مثلا لان انا عارف امكانياتي لان انا مش هجيب بضاعه مش كويسه اكيد طبعا وطبعا الحاجه ديت معلش الزبون او العميل مش بيبقى عارف لان الحاجه دي ركه ما بتخلص وركه ما بتاخد الفينش بتبقى خلاص تمام طبعا بنشكر حضرتك معلش وقت الحلقه جري ربنا يخليك شرفنا بيك ويا رب المزيد من النجاح يا رب ربنا يخليك يا رب انا طبعا اتشرفت بالبشمهندس علي اكيد ودليل على ان نجاحك وان شاء الله نجاحك هيسمع وسمع ان احنا اسرار الحياه اختارتك تكون معاها ربنا يخليك يا استاذه وبجد بنشكرك على شغلك الرائع دوت واحنا على فكره دي شهاده بس بسيطه من برنامجنا اسرار الحياه يا ربنا يخليك بجد على شغلك الجميل على شغل حضرتك ماشي ربنا يخليك طبعا حضرتك في قمه الابداع والتالق في شغلك وسنك صغير بس خبرتك كبيره جدا ان شاء الله مش اول مره ان شاء الله هيكون في حاجات اكتر واكتر وهيكون في ابداعات كتيره ان شاء الله نتمنى ان شاء الله وبكده وبنسولنا نهايه حلقتنا وانتظرونا في حلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه